تكتار ده هاي نبدي كمل العدد. اوكي حبيبي. كملته؟ اي دكتور ده هاي يلا تقبل الله. بس تفضل دكتور براحتك. بس البرزنتيشن دكتور معكم. ايه عيني صار. شكرا. طلع؟ لا دكتور بعد. بعدك ليش طلع؟ شغلته؟ ما ادري دكتور ما طلع عندنا. دكتور تقدر تسد شغله مره ثانيه؟ دقيق. نعم اشتغل. ايه دكتور؟ دكتور عربي ولغة؟ ما ملغيت، جاي يقول لي continue broadcasting. دقيقة خل اطلع من البرنامج كله. دكتور اشتغل ترى. دكتور جت. اجت يلا خلاص اشتغل اشتغل. ايه دكتور؟ اجت راح. احنا هسه نجي للستومك، الستومك اهم شغله بيها هي البابتيك السر ديزيز. بس انت لازم تعرف الجاسترايتس شنو هي. الجاسترايتس هي انفلاميشن بالستومك. واحد يجيك ياكل اكله قويه، يا يبلع حبوب مال بين كيلرز مثلا نون ستيرويدال انتي انفلامتوري، او مثلا ذول اللي برمضان صايم خاصه باول ايام وفطر، واجاك للطوارئ او للاستشاريه وقال لك يصير عندي وجع بمعدتي صار لي يومين كلش قوي مأذيني، هذه جاسترايتس اكثر شيء. هذه سحوله اكيوت جاسترايتس، ماكو استوها صارت. خوش. فاحنا لازم نعرفها الاكيوت جاسترايتس هي هاي تجي عاده من الفود من الدراجز. احنا مو هاي المهمه عندنا، الاكيوت جاسترايتس هذه ماكو طيب خلال اسبوع 10 ايام الطيب، احنا عندنا المهمه هي الكرونيك جاسترايتس. الكرونيك جاسترايتس اللي بيها اسباب، هذا المريض عنده كونكتيف تيشو ديس اوردر، روماتويد ارثرايتس او اس ال اي او اوستيو ارثرايتس، وياخذ بين كيلر، ياخذ نون ستيرويدال هوايه، او عنده اسكيميك هارت ديزيز وياخذ اسبرين مزمن، هذا صاير عنده جاسترايتس بسبب النون ستيرويدال، او عنده اتش بايلوري. سامعين بالاتش بايلوري؟ نعم دكتور سامعين بها. اي دكتور جرثومة المعدة. نعم دكتور. الاتش بايلوري مسوي عنده انفلاميشن هذا الاتش بايلوري هي بكتيريا ومسوي عنده هذا الانفلاميشن ومسوي عنده جاسترايتس كرونيك جاسترايتس، او اوتو اميون كونديشنز، او كرونيك الكوهوليزم، كلها اكو فت كوز مسوي عنده كرونيك جاسترايتس. دائما هاي اشهر صار له عنده هذا اكو انفلاميشن، بحيث انت تدخل بالسكوب وتشوف الميوكوزا انفليمت كلها مال مال الستومك، تاخذ بايوبسيات من عندها على مود تعرف شنو الكوز مال الجاسترايتس، تاخذ من الانترم عاده، تاخذ من البودي مال الستومك. زين عرفتوا الجاسترايتس شنو؟ هذا اكو فت جدول للاطلاع، لا تحفظوه اكتب عليه للاطلاع، تعرفون شنو الفرق بين الاكيوت جاسترايتس وبين الكرونيك جاسترايتس، مجرد تطلعون عليه هذا من الكوزز مالته، هذا من الكوزز، هذا شنو البرزنتيشن، ذاك شنو، وين مكاناته، شنو الهيستولوجي، شنو التريتمنت مالته، مجرد الاطلاع لا تحفظوه. المهم عندنا هسه اللي نجي بيه هو البابتيك السر ديزيز. شنو هو تعريف البابتيك السر؟ اي واحد من الاساتذه سالك قال لك شنو البابتيك السر؟ شو تجاوبه؟ هو دكتور زياد البابتيك
هو اكو امبالانس بين اليومينال اسيد، اليومينال اسيد اللي جاي فرز بالستومك وبين الميوكوزال ديفنس. هذه الستومك جاي فرز اسيد على مود الفود، بس لازم تحمي نفسها من الاسيد هذا الجاي فرز. ما دام صار امبالانس بين هذا الديفنس ميكانيزم وبين الاسيديتي اكو امبالانس. شنو هذا الامبالانس؟ اما الديفنس قل او الاسيديتي زادت، بس صار هذا الامبالانس، صارت البابتيك ألسر ديزيز. هو شنو زين بتعريف البابتيك ألسر؟ هو شنو البابتيك ألسر؟ اذا واحد قال لك شنو يعني البابتيك ألسر، تقول له ألسريشن تصير بمكانات محددة. شنو هي المكانات المحددة؟ lower end مال الإسوفيغاس، الاستومك والديوزينام، وتصير بمكان بالميكلز دايفرتيكيلوم. اهم شيء انت تعرفون انه يصير باللور اسوفيجس، لور بارت اوف اسوفيجس، الاستومك والديوزينام. اي التريشن صارت بهذا المكان صح ولا بابتيك التريشن؟ بابتيك التر. خوش عني، واضح؟ واضح دكتور. دكتور الميكلز دايفرتيكيلوم وين صاير؟ الميكلز دايفرتيكيلوم هذه بالانتستين، بالسمول انتستين بنهايه اكو فد ديفكت. دايفرتيكولوم هو عباره عن انفاجينيشن يعني بالميوكوزا كونجنيتال صحولها ميكلز دايفرتيكولوم. هذه يصير بيها مرات بابتيك ألسر. هسه تقول لي دكتور هاي جابها بنهايه الاستسين، ليش صحنا لها ميكلز دايفرتيكولوم؟ لان شافوا بسبب من الاسباب انه ما يدرون شنو الكوز مالتها، صاير بالميكلز دايفرتيكولوم جاستريك ميتابليزيا. الدايفرتيكولوم الميوكوزا مالته متحوله الى جاستريك ميوكوزا، فما دام جاستريك ميوكوزا اذا احتمال يصير بيها التريشنز، والالتريشن يصير بيها صح ولا بابتيك التريشن. هذا عاشت لك دكتور. بس سؤال قول حبيبي. سمول باول انستموزس شو له علاقه؟ شنو قايل لك هنا؟ ميكروز دايفرتيكولوم اور اني سمول باول انستموزس. خوش هسه خلينا نعبر عليها، هسه نعبر عليها واشرح. اوكي زين باول علي. البابتيك ألسرز الكوزز ما تثنين الموست كومن كوزز. هسه اي واحد يسالكم بالعائله مالتكم شنو السبب مال القرحه، تقول له سببين، ماكو ما يطلع عن غيرهن، ما يطلع عن غيرهن. البابتيك ألسر لو او اما او إما H. pylori أو non-steroidal anti-inflammatory drugs. H. pylori عادة وين تصير؟ تصير بالدول الموبوءة. من هي الدول الموبوءة؟ الدول الفقيرة، الدول اللي مثلنا هذه خوش اللي بيها البكتيريا والفيروسات كلها موبوئين بيها. فعادة بالdeveloped countries قليل ما يصير H. pylori، أكثر شيء من non-steroidal. إما أو هسه تقولي دكتور لعد والسموكينج والذنيج كلهن predisposing factor. سموكينج واحدة ما يسوي بابتيك ألسر. لو H. pylori موجودة colonization، لو موجود non-steroidal ياخذ أما أسبرين أو ياخذ بروفين أو ياخذ بونستان وcontinuous، مو واحدة واثنين. شوف قلت لكم هذا البابتيك ألسرز يصير أكو بالديستال إسوفيغس اللي قريب من الاستومك اللي بجاستريك ميتابليزيا خوش، أو بالديودينام أو بالميكلز دايفرتيكولوم. ليش بالميكلز دايفرتيكولوم؟ لأن صاير بجاستريك ميتابليزيا أو أني سمول باول أنستموسيس. هسه تقول لي دكتور مثل ما سأل الدكتور ليش له علاقة السمول باول أنستموسيس؟ شنو يعني السمول باول أنستموسيس؟ يعني ولا اوبريشن قصوا بارت من الانتستين وروب بارت بارت وخيطوها، عرفت؟ واضح الطبيب اللي سالني من الطالب سالني. ايه واضح واضح دكتور، شكرا. هذا المكان من سوى بيه انستموسيس، غيروا الطبيعه مالته النيتشر مالته، قصوا من هذا المكان ومن هذا المكان ورجعوا خيطوا هذا المكان بهذا المكان. هذا صار اب نورمال، صار ديفكت بي، صار بي جاستريك ميتابليزي، صار احتمالي صار عنده بابتيك التريشن، صار ديفكت، صار امبالانس بين الميوكوزال ديفنس وبين الاسيديتي اللي توصل له.
خوش احتمال يصير بي بابتيك ألسريشنز. أكو فرق بين الألسر والإيروجين، شنو فرق؟ الألسر يكثر ثقب يصير؟ شون؟ الإيروجين يصير بثقب والألسر مجرد أنه يعني يتآكل. بالعكس الإيروجين سوبرفيشيال بس بالميوكوزا. شون هات تقولي دكتور شون نشوف هذا؟ نشوفه من ندخل احنا بالناظور يلا نشوفه. اشوف الايروجينز بعده بس سوبرفيشال بس بالميوكوزا. لا الالسر داخل ديب ماكل داخل بالماسكولار ميوكوزا، تسوي لها بنتريشن بحيث انت تجين تشوفين اكو حفره حافر بالميوكوزا واصل للاخير ماكلها اكل، هذا الالسر. هذا فرق الايروجينز عن الالسر. خوش عيني زين. طبعا الألسر هذا فتشي كمان كلش كمان، اذا نسوي نواظير وتجون تشوفون بنواظير هواي نشوف ألسريشنز، كلش هواي نشوف ألسريشنز. الألسريشنز اكثر شيء نشوفها بالديودنم. طبعا كل ما يكبر العمر كل ما المريض ياخذ نون ستيرويدال اكثر راح تشوفون هواي ألسريشنز. اكثر شيء نشوفها بالديودنم بالفيرس بارت مال الديودنم شوفون هاي الالتريشن. طبعا هم نشوف جاستريك الالتريشن. خوش نجي اولا للجاستريك الالتر. شنو الفرق الجاستريك الالتر عن ديودنا الالتر؟ هن اثنين بابتيك الالتر. الجاستريك الالتر بيفت خاصية مهمة انه يخلينا بشك بالسي اي ستومك، فكل جاستريك الالتر لازم نشك به نقول يابا هذا خاف اكو ريسك مال سي اي ستومك، لازم يحمل ريسك مال سي اي ستومك، فكل جاستريك ألسر لازم اخذ البايوبسي من الاطراف مالته ولازم اعطيه علاج ولازم ادخل ناظور ورا ما يطيب اتاكد راح لو لا، لان اذا ما راح يخليني بشك انه هذا سي اي. عرفت؟ لان السي اي الجاستريك ادينوكارسينوم محتمل تجي على شكل ألسر، فكل جاستريك ألسر لازم اشك بها اقول هاي احتمال سي اي. شلون اشك؟ اخذ بايوبسي واعطيه علاج وقل له تعال عدة الناظور ورا ما تتعالج واشوف في الألسر راح لو لا، اذا ما رايح اظل بشك انه هاي جاستريك كارسينوم. شنو الكوزك مال جاستريك ألسر؟ مثل ما قلنا اتش فايلوري نسايد يوز، طبعا ذني الاستيرويد يوز والستريس بريديسبوزينج فاكتور تزود الريسك مال الألسر، بس الريسك الاساسي لو الاتش فايلوري هذا الببتك كببتك احلى لو نون ستيرويد او انتي انفلامتري دراجز. تخيل يعني اذا المريض مثلا عندنا بالعراق وموضوع بالاتش فالوري وعنده الاتش فالوري موجوده بالاستومك وياها هو ياخذ نون ستيرويدال صار عنده ريسك فاكتور تو ريسك فاكتورز فور بابتيك ألسر، وهو يدخن او الكهوليك او ياخذ الستيرويد وياها زاد كله بريسبوزنج فاكتور زاد عنده ريسك مال بابتيك ألسريشن، صار عنده ريسك صار عنده ألسر. اكو شنو الكلينيكال فيتشرز هذا مالته؟ الكلينيكال فيتشرز اما سمبل برزنتيشن اللي هي مجرد ابي جاستريك بين ديسبابسيا. شنو الديسبابسيا اذا واحد سالكم؟ الديسبابسيا هي عباره عن انديشن، واحد يجيك يقول انا ما مرتاح، انا عندي ابر ابدومينال ديسكمفورت، احس الاكل ما مهضوم، اكو الم، اكو مغص، هذه يسحوا لها ديسبابسيا. خوش عني؟ شلون افرق هاي الديسبابسيا والابي جاستريك بين؟ هذا جاستريك لو ديودينال ألسر. اكو فرق كلش مهم بين الجاستريك ألسر والديودينال ألسر. الجاستريك ألسر هذا الابي جاستريك بين من ياكل المريض يزود عنده الم، كل ما ياكل يزود عنده الالم. بالعكس من يجوع يرتاح، ولهذا الشفاء بالجاستريك ألسر ضعيف يخاف من الاكل، لان الاكل لان يبقى هنجري يقول لك ما اريد اكل انا لان الاكل يزود الالم. خوش؟ بينما اليودنا الالسر عكس هذا بالضبط، عكس هذا بالضبط. الابيجاستريك بين بس الابيجاستريك بين كل ما يجوع اكثر يزود الابيجاستريك بين، كل ما ياكل حتى لو فد شيء قليل راح الالم. طبعا هذني اللي جاي احكي لكم اياهم لسبب غير معروف، ليش اليودنا هيك يتصرف وليش الجاستريك هيك يتصرف ما حد يدري. اليودنا بالعكس يقل عند البين من ياكل، ولهذا شوف ابو الجودنا الالسر مو ضعيف بالعكس السمين ياكل هوايه على مود يوخر الالم. مرات اصلا يقولون الفيتشرز مال الجودنا الالسر ياكل
حتى بدون ما يجوع ياكل. بعدين من يسوي له اوجيز يطلع دودنا بالسر. هذا يجي كسمبل ألسر اللي هو ابيجاستيك بين. اكو لا كومبليكيشن. شنو الكومبليكيشنز؟ الكومبليكيشنز هي اهم كوز هو الهيمانيسيس والملينة، يعني ابر جي اي تي بليدنج، يزوع دم وخروجه دم او خروجه اسود ملين يسحولها، او البيرفوريشن. شلون نعرف بيرفوريشن؟ صار عنده سيفير ابدومينال بين، تندرنس، اكو بارتينايتس، يعني الجاستريك كونتنس طلعت للبريتونيوم وسوت عنده انفلاميشن، صار عنده ريجيديتي، نجي نلزم بطنه مثل الحجاره، عرفنا انه اكو صار عنده جاستريك ألسر وبيرفوريتد. خوش المانجمنت مالته، اذا اكو اتش بايلوري لازم نعالجها. علاج الاتش بايلوري عباره عن كورس مال تو انتي بايوتيك وياهن بي بي اي. المكتوب هو اموكسيل، هسه راح تقروها، اموكسيسيلين ويا كلارثرومايسين ويا البي بي اي. الكلارثرومايسين عندنا بالعراق من قد ما البكتيريا تعودت عليه صار ريزيستنس ما يشتغل، فبدلناه بغير انتي بايوتيك. بس انتوا تقول اذا سالوكم تقول قال لكم شنو الكورس مال اتش بايلوري شلون نعالجها، نقول له نعطي تو انتي بايوتيك وياهن بي بي اي. شنو هن الانتي بايوتيك؟ عاده الاموكسيلين كلارثرومايسين لمده جيت لمده اسبوعين وياهن بي بي اي. اذا يدخن ويشرب لازم نقول اقطع، اذا ياخذ نون ستيرويد لازم نقول له وقف ايش قد ما يقدر يوقف. خوش ورا نخليه على مينتنس بي بي اي، يعني ورا ما كمل اسبوعين لازم دوري يخليه على فد مينتنس بي بي اي لمده شهر شهرين. كونسيدر سيرجري. سيرجري شو وقت؟ عاده السيرجري ما نحتاجها. اذا اوكي كاتب لكم اني الانديكيشن شو وقت نحتاج سيرجري، اذا هيموريج، اذا بيرفوريشن، اذا انطاب الاثر، اذا سوى عنده جاستريك اوتلت اوبستركشن. احنا هسه الهيموريج حاليا من يجينا مريض ينزف مو قبل نروح نسوي له سيرجري، اول شيء نجيبه يمنا بالناظور وندخل بالناظور، يجوز نقدر نعالجه بالناظور. دخلنا بالناظور وما قدرنا نوقف النزف، بعد ذاك الوقت نحول للجراحه يفتحون بطنه ويسووا العمليه يوقفون النزف. اذا بيرفوريشن بعد هذا لازم سيرجري، لازم يدخلوا عمليات ويسووا له سيرجري. اذا الالسر ما جاي يطيب، الالسر ما جاي يطيب هم نحول للجراحه ويسووا العمليه ويوخرون الالسر عشان يقصرون. اذا صار عنده جاستريك اوتلت اوبستركشن، شنو التعبير هذا مال جاستريك اوتلت اوبستركشن؟ شنو من يعرف شنو الجاستريك اوتلت اوبستركشن؟ يعني اكو واحد يتوقع الجواب مالته دكتور؟ يعني دكتور برا الاستومك، يعني البايلوريس او بدايه الدم او الاوتلت، يعني الاستومك بها اكل، الاكل هذا لازم يطلع من الاستومك. وين يروح الاستومك؟ شنو للبايلوريس او الدودينو؟ خوش البايلوريس ما بايلوريس لينو الدور الانتستين. اذا صار ألسر خاصه بناء يم البايلوريس يصحوا له فري بايلوريك. الألسر انا قلت لكم من يطيب؟ يطيب بشنو؟ يطيب بفايبروسيس. الفايبروسيس احتمال يزغر الفتحه مال البايلوريس، يزغر صار عنده جاستريك اوتلت اوبستركشن، قام الاكل يدخل للاستومك وما يطلع، يظل متجمع لان البايلوريس فتحتها صغيره. خوش عيني؟ هذا هم نحتاج سيرجري يدخل على مود الجراح يعالج هاي القضيه، يوخر الفايبروسيس، يوخر الالسريشن. لحد الان اكو سؤال بالجاستريك؟ سؤال دكتور العفو، اذا عدى ايرون ديفيشنسي انيميا اللي ياخذ ادويه مال ايرون ديفيشنسي انيميا يقولون يصير عنده ألسر؟ شو سامع شيء؟ لا لا، ذني الكوز شوف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري او اتش بايلوري، واكو بريدسبوزنج اللي هي سموكينج الكحول. بس ذني الادويه كل تونيك ذني يصحون التونيك، الفيتامين او الحديد كلهم ذني ثقال على المعده، يسوون اسيد، يعني يسوون اسيديتي، يسوون انديجيشن. كل الفيتامينز، كل التونيكس، كل الحديد هو ثقيل على المعده، لازم ينوخذ بعد الاكل، صعب الهضم مالته. سوى انداجيشن بس ما يسوى ألسريشن، ما يسوى بابتيك ألسر. بابتيك ألسر هاي الكوزز مالته معروفه وثابته. خوش بعد من عنده سؤال دكتور؟ بس سؤال ان انا يقول بريفيرد تو اتش 2 ريسبتور انتاغونست، شنو هذا دوره؟ وين
باوعلي احنا ايش قلنا شلون نقلل الاسيديتي مال الاستومك؟ عندنا هواي طرق نقلل الاسيديتي مال الاستومك. واحده من عندنا الاتش 2 ريسبتر بلوكر اللي هن قلت لكم منهن السيميتيدين والرانيتيدين. واحده من الباثويز مال التكوين الاسيد هو الهستامين 2 باثوي. نقفل هذا يقلل الاسيد. بس هذا ضعيف. ليش ضعيف؟ لان اكو بعض طرق ما نسدد تكوين الاسيد. خوش هاي بالفسيولوجي اذا ما اخذيها اكو طرق هواي تكون الاسيد ما نقص. يعني دكتور ما نستخدم هذا مو فما نستخدمه ضعيف. نستخدم البروتون بامب انهبيترز. ليش البروتون بامب انهبيترز نستخدمها؟ لان البروتون بامب انهبيترز يقفل الفاينل باث واي. شنو هو الفاينل باث واي مال الاسيد؟ هو اللي يصحوا له الاي تي بي ايز. هو من اسمه بروتون بامب. واضح دكتور اشكرك. زين بعد من عند سؤال دكتور الاتش بايلوري والناسيد دكتور هذني يعني الناسيد راح تأثر على البروستاجلاندين. زين دكتور شلون يعني تزود تأثير الاسيد يعني تزود السكريشن مال الاسيد لو توخر الميوكس؟ لا 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 شنو الميكانيزم مال النونستيرويدال شلون تشتغل؟ شلون توقف التوكسيك 1 او التوكسيك 2 بعد ما يفرز بروستاجلاندين بالتالي ما حلو البروستوغلاندين ما يسوي انهبيشن للاسيد ويسوي ديفنس بالميوكوس مسؤول عن الميوكوس ديفنس ميكانيزم البروستوغلاندين. اذا ذني سويت له انهبيشن بالبروستوغلاندين زاد الاسيد وقل الديفنس صار بابتيك ألسر. هذه هي هاي الفكره من الستيرويدال. فمن يجيك واحد يسالك يقول لك دكتور انا عندي قرحه بس عادي اضرب فولتارين بالعضله ما ياثر، شو تقول انت ياثر لو ما ياثر؟ دكتور فولتارين هم ياثر اعتقد من واحد من السيركيليشن مال الجسم. يعني انا سالتكم قلت لكم قال لكم راح اضرب بالعضله تستنك على اساس هو عباله لين ما يبلعه راح ياخذ بالعضله فما راح ياثر. هو لو ما ياثر ياثر لان هو سيستميكلي احنا جاي نحكي سيستميكلي انهبيشن اوف بروستاجلاندين راح يزود الاسيد ويقلل الديفنس ميكانيزم مال الميوكوس مال الاستومك ونفس الفكره. واضح؟ واضح دكتور واضح. ولهذا المريض اللي يقول لك دكتور انا اخذ هذا اسبرين مغطى ما ادري شنو نفس الشيء نفس الريسك. هي الفكره انت مو الاسبرين والله مغطى وعبر الاستومك. المشكله انه مال اكشن مال الاسبرين. زين اكو بعد عنده احد سؤال؟ لو عبر ماكو دكتور. زين الليجودنال التريشن نفس الفكره مالته نفس الحكي. الليجودنال التريشن الكوزز مالته هم الاتش بايلوري والنون ستيرويدال اهم كوز ذن الموست ذن التو كوزز السموك والستريس والكرونيك اولنس والرينال فيلير ذن البريديسبوزنج فاكتورز للليجودنال التريشنز. اكثر شيء الاتش بايلوري. اكو فد ملاحظه مهمه الاتش بايلوري. تعرفون شنو الاتش بايلوري هي؟ بكتيريا دكتور قال لك اسم بكتيريا جرام بكتيريا. شنو الفيتشرز مالتها؟ دكتور اعطى اصوات تحرك بالمعده هاي اي باوعي الاتش بايلوري. الاتش بايلوري تعيش بالوسط القاعدي. هسه تقولوا لي دكتور لعد شلون تنمو بالستومك والستومك كلها اسيد؟ ترى سو كولونايزيشن اي ومن سو ها يوريس تفرزه. عافيه عافيه فيري جود. يوريس بروديوسينج يوريس بروديوسينج اورجانزم. هذا اليوريس شو يسوي؟ ينتج الامونيوم. ترى امونيا ينتج امونيوم. الامونيوم شنو؟ قاعد دكتور قاعدي عادل الاسيد.
من عاد الاسيد سوالها بيئه مناسبه ونمت بيها وعاشت. خوش ايه دكتور؟ زين، بس اكو فد ملاحظه مهمه. الاتش فايلوري تنمو تنمو بس بالستمك، بس بالقاصره كيميوكوزا تنمو. فواحد راح يسالكم يقول لك لا عاد شلون نسوي ديودنال ألسريشن اذا هي بس بالجاستريك كوزا؟ دكتور توكسين تفرز بعد دكتور برودكشن هواي وينتقل للدودنال. انا كاتب لكم اياها طبعا جزء ما من التدهين. هذه ما تدخل للديودنام اذا ما تحول الديودنام الى جاستريك ميوكوزا. ولهذا دكتور الميوكوزا عن طريق الاسيد غير عافيه باوعلي هي اذا تقعد عاده بالاتش بالانترم يعني قريب البايلوس يعني قريب الديودنوم يعني يم فتحه البايلوس على الديودنوم. ما تدخله اذا ما تحول الميوكوزا مالته يتحول الميوكوزا مالته الى جاستريك ميتابليزيا. من تتحول الى جاستريك ميتابليزيا جاستريك ميوكوزا دخلت له سوت نفس الميكانيزم مالت السبب للسمك هم يوريا بروديوسينج وطلع امونيا وتعادل الاسيديتي وتعيش بيها وتسوي بيه بابتيك التريشن. دكتور يعني هم بري مالجنت؟ لا مو بري مالجنت، مو بري مالجنت، بس هي فيتشر الفيتشرز مالته عرفوا انه الاتش فالوري تعيش بس بالستومك. لعاد شلون سوت الديودنال التريشن؟ حولت الستومك الديودنام من الكرونيك اسيديتي العاليه تحول الى جاستريك ميتابليزيا. يلا طبقت له وعاشت فيه. ماشي حفظوها، بس حفظوا انه صار بي جاستريك ميتابليزيا يلا صار بيها كولونايزيشن. طبقت له قعدت بي فرزت يوريا برودوسينج حولت الامونيوم طلعت وسط قاعدي عاشت وسوت بابتيك التريشن. شنو الكلينيكال فيتشرز مال ديودنال ألسر؟ نفس الفيتشرز اللي حكيتكم اياها، هم لو سمبل هذا الابيغاستيك بين اللي يصلحوا له هانجري بين، خوش اللي ياكل على مود يروح الالم، او مرات فيريشن او مرات بليدنج. البليدنج هذا نعالجه مرات بالاندوسكوب ندخل ونعالجه اما نسوي كليب او انجكشن، ومرات ما يفيد لا نحوله للسيرجري. او بيرفريشن ينثقب الديودنال ينثقب على البتونيا وصل باراتايتس وتندرنس وسيفيرتي وفيفر وبين، هذا بعد لازم سيرجري وعمليه ندخله. شنو المانجمنت مالته؟ نفس المانجمنت مال جاستريك ألسر. ايراديكيشن اوف اتش بايلوري اذا موجوده، نوقف شكو نسادس، نوقف سموكينج، يقلل الالكوهوليزم. واضح؟ بالضبط نفس الحكي. هذه الفيتشرز يعني تطلعون عليها شنو الفرق بين الجاستريك ألسريشن وبين الديودنال ألسريشن. الكومبليكيشنز حكيت لكم اياها هي البرفوريشنز. هذا الالسر احنا مو قلنا ديب ويوصل للماسكولاريس ميوكوزا، مرات كلش ديب يسوي ثقب. الثقب هو هذا البرفوريشن. اجى على سيفير ابدومينال بين، ريجيديتي بالابدومين، برفوريشن فيتشر مال برفوريشن. هذا بعد جراح لازم يدخل الجراحه قبل. خوش او بليدنج اللي حكيت لكم اياها او gastric outlet obstruction. كل gastric outlet obstruction نتيجه الالسريشن. هذا الالسر من يطيب يصير على شكل فايبروسيس. الفايبروسيس هذا الفايبروسيس مثل بالضبط شلون واحد يحترق ايده كونتراكتشر سوى عنده ناروينج باي مكان صار بي، يجوز بالديودنم، يجوز بالديودنم والديودنم هذا ما بفايبروسيس وسد الطريق كله على الاكل صار gastric outlet obstruction. هذا شلون تعالجه؟ شلون تعالجه؟ طبعا المريض انت ايش تتوقع من تنسد الاكل عن بعد ما يقدر ياكل وما يعبر الاكل، ايش راح يصير عنده؟ ايش تتوقع؟ يظل يتجمع الاكل يتجمع اكيد راح يصير عنده فوميتنج. مو؟ هذا الكومن سيمبتوم فوميتنج، دائما يزوع ياكل يزوع ياكل يزوع، يظل الاكل متجمع. الاكل من يصير عنده ريكرنت فوميتنج يصير عنده دور فيتشرز بالانفستيجيشن. هايبوكاليميك الكالوسيز، ذن بس اطلاع اذا ما تعرفون، سكسشن سبلاج، فيزيبل جاستيك باريستالسيز، ديهايدريشن من الريكرنت فوميتنج، يظل بس يتقيأ. فهذا علاج شنو؟ لازم اوسع هذا التضيق. لو ادخل بالناظور مالتي
وادخل بالون وادخل اداه توسيع واوسع هاي الفتحه، لو لا سيرجري او السيرجري جراح يجي يرفع هذا النرون كله على مود يوسع لي الفتحه. خوش زين دكتور. يلا عيني قولي دكتور. هم يصير بعدين مال رويز كثير لو ما يصير، لان يصير عنده ريكرنت فوميتنج. اي احتمال. شوفي دكتوره كل ريكرنت فوميتنج احتمال يسوي مال رويز، بس شوفي بس دكتوره مو شرط، يعني مو كل واحد يصير عنده، هي مو شرط بس هذا توقع. كل واحد يصير عنده ريكرنت فوميتنج وصار عنده خيط مال نزف تقولين هذا احتمال عنده مال رويز. بلي واضح، شكرا دكتور. لهنا اكو واحد عنده سؤال دكتور؟ يلا عيني قول. بالنسبه للهانجر لايك بين اللي يصير بالدودن بالدودن الالسر، يعني أي. دكتور قصدك هو لما ياكل يعني يرتاح، يعني ما يصير عنده بين. اي زين، يعني مو معناها انه لما يعني شلون الالم يصير، شلون مثلا واحد يجوع يصير الم الجوع هيك ولا لا؟ هو مو مجوع، هو ماكو واحد يصير عنده الم من يجوع. اكو واحد يصير عنده الم من يجوع؟ لا يعني واحد مثلا لما يجوع يصير تقريبا عنده شلون الم او احساس بالجوع. لا ما يصير. لا لا دكتور، احساس بالجوع يصير، جوعان انا جوعان، بس ما يصير عنده الم، ما يصير. هذا الم سيفير بين، الم يصير عنده بين بين يروح ياكل له اي شيء، ياكل له سلايه، ياكل له خبزه، ياكل له تفاحه يرتاح راسا. ماشي ماشي. وهاي طبعا كمان انا اكل لي اي شيء يقول لي دكتور اكل ربع قرصه خبز ارتاح. المهم فشي يدخل يعني. نعم يعني قصده انه هانجر لايك بين، يعني انه بس لما يجوع يصير عنده بين وياكل يلا يعني يروح هذا البين. ولهذا نعم. هذا ابو الجودن الالسر ما يقدر يصوم رمضان. اي صحيح. يعني هذا الصيام كله له صعب، يعني ما يقدر يصير عنده سيفير بلا اكثر من 3 ساعات ما يقدر يحمل بدون ما ياكل. اكيد. خوش بعد. نعم دكتور اكو سمول اليوم؟ انتو بكيفكم؟ انا حاضر، انا مد اكمل وياكم. قريتوا السمول جروب؟ حضرتوه؟ عندكم اسئله عليها؟ مو اكثر من نص ساعه 3 ساعات سهله هي. قريتوها؟ لا دكتور. صدق؟ دكتور ما لحقنا. ابا انا ما ابي سمول. كيف؟ ها؟ ابا انا ما ابي سمول. ليش مو البارحة مسؤولكم قال اكو سمول جروب عليكم؟ قلت له اي حاضر انا. دكتور نخليه بالتسعة؟ ليش على مستقروه يعني؟ لا يعني وانا ما رئيست او شيء. مو رئيست هو بعد، خلينا نكمل. انا هم ارتمت تعبت. كيف دكتور؟ ما ادري كيف الطلاب دكتور ما. انتوا شو تريدون؟ كمل يا دكتور كمل ابراهيم. دكتور يلا هسه نبدا بيه. انا شنو؟ نبدأ بيه هسه يعني ليش تسعة؟ يلا خوش دكتور نكمل. الطلاب يقولون نكمل. انتوا قارين ولا دكتور؟ والله صراحة انا ما قارن. زين انت ما قارين دكتور؟ حسب دكتور حسب حسب اكو طلاب قارين اكو لا امان دكتور. زين هو انتوا يعني فكرتكم بالدكتور ثاني شيء نطرح لكم بطيء ما اسمع دكتور. ما انا راح يصير بطيء يعني من ما سمعت النت راح يصير بطيء والله دكتور همين. بين خالف تعيد من اول لان صوتك قطع. انتوا كيف تقولون انا مو الي. يلا يلا قاري انتوا هي شنو فكرتكم بالسمول جروب؟ انها عباره عن دكتور انتوا مجاوبيها؟ لا دكتور حتى لو بس يعني الاسئله اللي ما مفهومه شيء اللي يلا موجوده قولوا لي شنو عندكم سؤال قولوا لي بيه. انت هو عرفت يا سيشن هو سيشن يمكن 5 دكتور خلينا عرضه ونحله شنو رايك؟ يعني طالب من طلابي عرضه ونحله. يلا يلا وياكم انا على السريع. هو بسيط يلا اطفي العرض انا مالتي هسه. يلا طلاب واحد من عندكم يتبرع.
سمعوني؟ لا. الو دكتور، سمعك عادي. دكتور وياك وياك. العرض عادي. يلا من يعرضه هسه؟ الو هاطلة. دكتور هسه الطلاب على ماي واحد يعرض. يلا 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 عيني يلا اوكي روح. حتى اللي ما يعرف انا ترى عادي، مناقشة هي نتناقش بيناتنا. يلا اي طلع طلع عاش ايدك. define the term dyspepsia. انا حكيت لكم الدسبابسيا شنو هي. epigastric discomfort in the epigastric pain, epigastric indigestion. المهم فد هو عباره عن discomfort pain indigestion upper abdominal discomfort. فانت شو معرفه شو معرفه dyspepsia epigastric discomfort felt in many conditions generally a symptom of upper gastrointestinal disease but other conditions can produce similar patient may describe the symptoms as heartburn retrosternal or water rash the feeling of acid لا لا هذا مو انت دكتور دكتور بس بلا زحمه دكتور هذا السمول حالي من ذاك السيشن هذا غلط هذا ماكو مو هارت بين هارت بين وين والدسبابسيا وين اي دكتور هذا مو لا لا الدسبابسيا هي عباره عن epigastric discomfort upper abdominal discomfort epigastric pain او indigestion او discomfort هاي الدسبابسيا بس هذه الفيتشرز اللي حكيتها مال الجيرت هاي تختلف الهارت بين يختلف يعني بس لهنا patient may describe symptom وخرها هاي دكتور طلاب يقولون هذا سمول حال اي هو من حاله غلط حالي من هو الحاله دكتور هذا الورق قديم عند الطالب عند سراج اي هو سراج اريد اعرف من هو الحاله غلط هو الحال غلط هذا يعني مو انت الحاله يعني انت هذا التعريف كله صح ما عدا وخر هذه باو عليك خليني اشوف دكتور خليني اطلع هذا واحد ثاني يلا دكتور بس هذا الاسبوع حالين ذاك الاسبوع حالين يا دكتور ليش هو غير من ضمن يا سيشن هو هذا يا سمول بالله يا رقم خامس هذا دكتور خامس دكتور لعد الخامس غير هو انا شرحت لكم اياها غير انا احله ايه دكتور ذاك الاسبوع هم شرحنا دكتور قصي زين قصي صدق؟ ايه دكتور دكتور احنا صرنا السيشن السادس هسه مو السيشن الخامس اي هسه انا هسه من شرحت لكم هاي المحاضره غير هو هذا السيشن اللي عليها لا دكتور لا لا دكتور بعد اكو واحد ثاني هسه راح يطلع يلا طلع مو هذا هذا مال الاسبوع الفات يلا والمحاضره هاي ماكو احد شرحها لو لا 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 دكتور ماكو شرحها لا دكتور لا تعالي دكتور
هو دكتور هذا مال باثولوجي مو مال اليوم. وين يا هو قصدك؟ دكتور هذا عرضناه قبل شوي مال السيشن الخامس مال باثولوجي. اي واليوم هسه راح يطلعوا يعني هذا انه شرحي قبل، يعني مو القصد انه دكتور شرحه بمكانك وانا ما هو اصلا شرحي بس لا. الوقت افتهم 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 قصدك. دكتور سالم السيشن السادس. السيشن السادس شنو بالله عنوان السيشن السادس؟ دكتور لوهر بانكرياس بايلر. يعني يختلف عن المحاضرة مالتنا أصلاً. إيه دكتور اختلف. إيه دكتور مو عازم. إيه يختلف. السيشن السادس. دكتور مو صار خربطة بترتيب المحاضرة يعني غيره الترتيب مالتها. يعني خد حط. إيه هو اللي ترتيب هذا كله أنا ما أدري بيه طبعاً. إيه هذاك الأسبوع أخذنا اللي ضرب باثولوجي أخذنا البايري تراك أخذناه هذاك الأسبوع يعني. المفروض ناخذ مال هذا السيشن اسمه. اي والله شو يبدي الاسئله مالته وينها؟ يا هي دكتور مال السادس سيشن السادس سيشن السادس اي دكتور ليست ذا دايجستيف انزيم ريليز باي بنكرياس. اي دقيقة والله يعني صدق خربطة صارت. اي دكتور مو دمجوا محاضرات دمجوا سيشنات فصار خربطة تقديم وتأخير بسم الله. زين هو اللي يشرح المحاضرة غير هو الدور يعني يستمر وراها. يلا اوكي يلا شنو تعرفون بنكرياتيك انزيمز؟ مسؤولة عن دايجستشن سامعين بيها شون أميليز ولايبيز ولايبيز وكيمو تريبسين يحول لتريبسين. عفية وبعد هذه ثلاثة عرف بروتيز أكو إلاستيز لايبيز والأمايليز. خوش عني؟ واضح. زين شنو هي هاي الزايموجيني جرانيولز؟ من يعرفها؟ ضفها للبرزنتيشن شون؟ واللي فقط انا هذا المحاضرة مع الكانكرياس والله يعني الصراحة والله الخربطة كلش دكتور يعني لا ما مخذيها شون دكتور خليها ومن ناخذ دكتور الان على خربطة سمول يعني ما ادري اعرف وين هو. اوكي اوكي حبيبي اوكي هو مع المحاضرة الجاية هو هسه انا صافن يعني شلون هذا يعني المفروض انا يعني دكتور هذا بنكرياس هذا يعني هسه المفروض انا اخذ الخامس اللي هو شرحنا عليه هسه صار لنا ساعة مو ساعتين. اي دكتور اي صحيح مال الستو مارك والجاسترايتس ولا غلط مرات. يلا اوكي ان شاء الله استفاديتوا. ان شاء الله دكتور الله عاشتيدك دكتور دكتور عاشتيدك كلش عاشتيدك اذا عدكم ولو البارحه مسؤولكم ضوجني. ايش بي دكتور يا هو دكتور ما اعرف تو سئلوا علي انا ويا الطالب واني اساعد الطالب واني اهم شيء مصلحتكم. لا والله دكتور ما تقصروا ويانا دكتور الله يحفظك انا باوعلي سئلوا علي سئلوا على دكتور سامي دكتور وحتى الحضور اليوم اكثر يوم الله يرحم اليوم بحضره دكتور حبيبي شكرا الله سئلوا على دكتور سامر سئلوا الطلاب اللي قبلكم سئلوا صف رابع شكرا دكتور انا وياكم بس الطالب البارحة يعني صدق ضوجني ولا كأنه طالب جاي يحكي ويا أستاذ صدق ضجي ثاني يعني أنا جاي أقول له باشر عندي استشارية بالمستشفى ها دكتور خلي أشوف دكتور حسن شنو ولا كأنه طالب جاي يحكي ويا أستاذ. دكتور نعتذر عنه ما نعتذر. هو يعني مو قصد دكتور دكتور بعد إن شاء الله نصر دكتور
حبيبي ان شاء الله دكتور بعد ما تتكرر. حبيبي اعتذر وان شاء الله حتى لا تريد نمشي عليك دكتور. لا لا يا معود لا وين نمشي نروح نتنقل الفت لك كورونا دكتور. يعني اي سؤال عندكم حتى لو على الخاص انا حاضر ما اضوج. خوش الله يحفظك دكتور ما تقصر. شكرا لك دكتور. شو تريدون؟ الله يحفظك دكتور. الله يسلمك. مع السلامه. مع السلامه. في معنى.